مستشفى فتحي باب الطرف ولا حصد نصف واخد حقه غلف شرفي استاذ شرف فتحي باب الطرف ولا حصد نصف واخد حقه غلف يمكن لحظة خرف وتعشم في الطرف ما حسبهاش وانحرف يمكن انطير وانجرف شرفي أستاذ شرف الدنيا ابن الناس ماهيش جاه ومال وراحة البال فين إذا حلنا مال الدنيا ابن الناس ماهيش جاه ومال وراحة البال فين إذا حلنا مال وابن الحلال عمره ما يمشي بضلال والبركة ما تحل على ما الحلال وابن الحلال عمره ما يمشي في ضلال والبركة ما تحل على ما الحلال وحيجي يوم تلقى المخب تعرف وحيجي يوم تلقى المخب تعرف شرفي أستاذ واخد حقه غلف شرفي استاذ شرف فتحي باب جاب طرف ولا حصد نصف واخد حقه غلف يمكن لحظة خرف وتعشم في الطرف ما حسبهاش وانحرف يمكن انطير وانجرف شرفي استاذ ومش المهم تبيع لمين او بكام حد يعطي وسط الكرام واللي قام مش المهم تبيع لمين او بكام حد يعطي وسط الكرام واللي قام لابن الحلال اتربى من مال حرام ولا للضلال ابن الحرام احترام لابن الحلال يتربى من مال حرام ولا للضلال ابن الحرام احترام ولا كرامة للي باع الشرف ولا كرامة للي باع الشرف شرفي أستاذ Thank you.
انصرف ولا اللي عمله تعرف ولا اللي قبض انصرف ولا لنفسه اعترف. عيني عليك يا شرف عيني 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 عيني. وازاي حنمشي عدل والسكة معوجة؟ قالوا الحلال بين بين والضلال هين هين. قالوا الحلال بين بين والضلال هين هين. والشر بيزين الشرف. ولا اللي عمله تعرف ولا اللي قبضه انصرف ولا اللي عمله تعرف ولا اللي قبضه انصرف ولا لنفسه اعترف. عيني عليك يا شرف عيني 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 عيني. وأشر شيء الجشع والخلق محبوب. وإذا في الضلال ماشي ليما دايما ماشي. وإذا في الضلال ماشي